اهلا وسهلا بكم في وقائع المؤتمر الصحفي لنجم الكرة السعودية الكابتن سامي الجابر. مساك الله بالخير كابتن، اهلا وسهلا بك مرة ثالثة. ايضا نرحب بزملائي الصحفيين شركائنا في البرنامج، ممتن جدا لحضوركم. نبدا باسئلتكم، ايضا احب اقول انه راح نسال او نحاول نلخص كثير من الاسئلة اللي وردت على هاشتاج يا اهل رمضان، هاشتاج اهل رمضان بالعربي. نبدا معكم، تفضل. مشى الاربعاء من سعودي ليج، وشي رحب فيك كابتن. ثاني شيء اشكرك علي على معلومه انا عرفتها في بدايه البرنامج، واللي هي انه سامي الجابر في صغر وترعرع في الشيحيه والمنطقه اللي انا منها، وان شاء الله انه شباب الشيحيه حيكونوا سعيدين لو انت زرتهم يعني في يوم من الايام. سؤالي الكابتن سامي، حسب معلوماتي الشخصيه انه انت عندك عروض مكتوبه من انديه اوروبيه، وايضا عروض مكتوبه من انديه خارجيه، وعروض شفويه من انديه سعوديه كمدرب، الا انه الكابتن سامي الجابر اختار انه هو يكون تكنيكال دايركتور للنادي العربي القطري. السؤال انه كابتن سامي كان دائما يقول انه هو كطموح له انه يكون مدرب، لانه اختار يكون تكنيكال دايركتور. اول شيء مشعل، احنا جاوبنا تقريبا على نفس الجواب في الحلقه، ولكن تأكيدا باحترام على موضوع العروض. أول شيء نتكلم عن العروض، كانت فيه عروض في سواء كانت خليجية، وقابلت رؤساء معينين ولكن لم نتم إلى اتفاق. بالنسبة عرض واحد كان من إنجلترا لدرجة في نادي الدرجة الثانية، موجود مكتوب عرض رسمي من رئيس نادي أصلا عربي متواجد في الدرجة الثانية، في نفس الدرجة اللي يلعب فيها الأمير عبد الله، نادي شيفيلد يونايتد اللي يلعب فيه شيفيلد يونايتد اللي يملك جزء من كبير الأمير عبد الله بن مساعد. بالنسبة للشق الثاني، العمل اللي أنا المدير الفني، حتى نوضح هذه النقطة للجميع، لأنه إحنا في 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 مجتمع رياضي مهما تقول الكاره لا راح يصدق، بيقول لك أنت رجعت إداري مسؤول طيران وحجوزات. هو المدير الفني تكنيكال دايركتور، يعني تقدر تتكلم عن في أسماء معينة في أندية كبيرة، مثلا لما تجي تشرح دائما تعطي أمثلة على حسب، مو موجود في برشلونة زوبيزاريتا الحارس العظيم من الإسبانية، مو موجود في باريس سان جيرمان في ليوناردو البرازيلي، وقس عليها أندية ثانية. الصلاحيات الزيادة فيها طبعا هي تعتبر يعني أعلى من منصب المدرب. المدرب هو أنت المسؤول عن المدرب، مسؤول عن اختيار المدرب، مسؤول عن محاسبته، مسؤول عن حتى إقالته بالرجوع إلى رئيس النادي. الصلاحيات اللي منحت لي تعتمد صلاحيات زيادة هي من رئيس النادي على حسب رغبة رئيس النادي، ولكن اختيار اللاعبين المحليين والأجانب، استراتيجية وخطط على مدى كبير، حتى الفئات السنية على حسب طلب رئيس النادي يجب أن تكون استراتيجيته مناطة لي في هالفترة هذه. حتى العروض اللي قدمت لي في الفترة السابقة، رأيت أن بعد نادي الهلال كانت بالنسبة لي، أكون صريح أكثر، صدمة. فترويت في العمل حتى أطور نفسي زيادة. هذا المنصب يعطيني مساحة أكبر للتطوير، مساحة أكبر للدورات، مساحة أكبر لللايسنز اللي هي الرخصة الدولية الأكبر، مساحة أكبر حتى أني في بين سبورت مدرسة رياضية كبيرة من خلال الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، يعني مساحة كبيرة. هذا هو رجعت وعقبت عليها، لأنه حتى بعد الحلقة حتشوف في ناس تتكلم أنه رجعت، ما تقدر تقنع أحيانا كل الناس جميعا. نعم، تفضل. أحمد الدوسري من صحيفة الوطن. في البداية دعني أبارك لك كابتن سامي خطوتك الجديدة مع أحمد، بس أحمد الدوسري صحيفة الوطن. في البداية كابتن سامي أبارك لك خطوتك الجديدة مع النادي العربي القطري، وتمنيات إن شاء الله لك بالتوفيق. سامي الجابر يعتبر مادة دسمة للإعلام، للصحافة، للإذاعة، كل وسائل الإعلام تبحث عن سامي الجابر منذ أن كنت لاعبا ثم إداريا وحتى الآن كمدرب. كيف استطاع سامي أن يتعامل مع هذه الضجة والصخب الإعلامي الكبير، خصوصا أنه الصخب بدأ يزيد الآن، تعرف مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، حتى الانستغرام، تأتيك تعليقات على التويتر، على الانستغرام، على أي شيء يكتبه سامي يسبب ردة فعل كبيرة. كيف يستطيع سامي أن يتعامل مع هذه الضجة؟ السوشيال ميديا وعلى وجه الخصوص تويتر مفهوم عندي يختلف ممكن عن البعض، ولكن عموما التويتر ما تكتبه هو يمثلك ولا يمثلني أنا، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، تطرح رأيك والناس تقيمك أنت وليس تقيمني أنا، حتى لو كان الكلام موجه لي. بالنسبة للصخب والأشياء هذه كلها، استمد قوتي من الله سبحانه وتعالى، ثم من حب الناس.
مثلا في الإقالة كان أكبر شيء بالنسبة لي هو ردة، يعني ردة فعلي كانت محزنة كثير، أنا حزنت لحد الآن لا أعرف ما هو السبب لإقالتي لحد الآن، هذه أقسم بالله هذه حقيقة، ولا لقيت الإجابة الشافية ولا لقيت منه اللي جاوبني عن الكلام هذا، ولكن ردة فعل الناس وحب الناس والأشياء اللي هذه لا تقارن بثمن ولا أنا أقدر أفرضها على أي أحد. أكيد أنه في خطوط متوازية، في إذا كان عندك محبين يكون عندك كارهين، هذه طبيعة، هذه سنة الحياة، لا نقارن في أحد ولكن هذه سنة الحياة في كل شيء. الشيء الوحيد اللي أقدر أقول لك أني لا أقابل الإساءة بالإساءة في حياتي كلها، أرجع إلى التاريخ لم أتجنن على أحد حتى من يخطئ علي أسامحه في وقتها، لأنه إحنا نمشي في الرحلة، الرحلة هذه ستنتهي يوم من الأيام بتمثلك أنت في الأخير. طبعا واحد يجي يقول لك الآن برضو حتى وأنا أقول لك الكلام هذا يقول كلام إنشائي ويتملق ويسوي نفسه أنه إنسان برضو، ما راح تنتهي القصة في الأخير، صح ولا لا؟ أوكي. ما راح تنتهي القصة في الأخير. فضل. والعموم بس أكفل، مجتمع الرياضي في السعودية أصبح مجتمع صعب جدا للأسف، نحن ننتمي له لكن هو أقل درجة في المجتمع. أقل درجة من الوعي قصتك؟ أنا ما قلت الوعي. شكرا للتصحيح. يا أحسن عشان ما تأخذ. شكرا. شفت كيف إنه ما وديك في المهالك؟ هم يقولون يحاكمونك، أنا ما حاكمت. طيب تفضل. حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك. ماجد الأحمري من أنحاء. طبعا أنا كنت جاي محضر سؤال لكن أنت ذكرت نقطة يعني يهمني أسمع رأيك فيها. طبعا ذكرت بأنه نادي النصر يعني أو ألمحت يعني وأنا كذا فهمت، ولو فهمي خطأ وضح لي، لم يكن يستحق أن يحقق الدوري وفقا لبعض الأخطاء التي تراها أنت ساعدت النادي في الوصول إلى ما وصل إليها الموسم الماضي. أنا لن أتحدث عن تحقيق النصر للدوري ولن أتحدث عن تحقيق النصر لكأس ولي العهد، خلاص أنا أتفق معك، لكن عندي سؤال مهم. في كأس الأبطال، كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، خرج نادي النصر من أمام الشباب والتقى الشباب بالهلال وكان نادي الهلال معك، وأعتقد أنها عز يعني فورة الهلال الموسم الماضي وفقا للنتائج التي حققها الفريق في كأس أبطال آسيا. طالما أنه النصر يعني كان تحصل على شيء بمساعدة خارجية، لماذا لم تفز على الشباب وتستكمل كأس الأبطال على الأقل إلى أن تصل المباراة النهائية؟ بعد ما في نصر خلاص، بعد مباراة الشباب أعتقد هي الانطلاقة الحقيقية لنا في الموسم، نضج الفريق أخذ الانطلاقة الحقيقية بعد مباراة الشباب. صدمة مباراة الشباب هي هدف واحد كان خطأ في مباراة الشباب وهي نفس الشيء. على العموم برجع على نقطتك أخوي ماجد، هذه وجهة نظري أنا لن تتغير كمدرب، حتى لو أزعلت جمهور النصر بكاملة ما تتغير. الدوري لم يكن فيه أي شيء يخليني أقدر أقول لك أنه كان دوري صريح حقق نادي النصر، لا، في امور كثيره كانت بالنسبه لي انا مدرب ماسك نادي الهلال مشاهد، بس كلمه صريح الله يحفظك. لا لكن بالنسبه ما اخلط رغبتي او مثلا او نظره الفني او نظره الفنيه او نظرتي كمدرب انه نادي النصر يستحق هذا بمباراه الشباب، الشباب يختلف عن النصر والنصر يختلف عن الشباب. ايش معنى بس كلمه دوري صريح؟ انت انا ذكرتها في الحلقه انه في نقاط كثيره لا يستحقها نادي النصر، في نقاط كثيره لا يستحقها النصر. طيب يعني إذا في وقت برضو راح أرجع لكم، تفضل. وإحنا ما راح نسلم في تويتر اليوم ولا يعني النصراوي من حقهم يعبرون، عبرون من حقهم، هذه وجهة نظري، عبرون من حقهم. أحمد المسعود من صحيفة الحياة. في البداية نرحب بالكابتن القدير سايم الجابر ونتمنى له التوفيق في رحلة الجديدة في الدوري القطري. سؤالي يا أبو عبد الله، تفضيلك العروض القطرية عن المحلية هل هو هربا من واقع الكرة السعودية والتعصب والتشنج الكبير الذي تعيشه، بدليل أن لديك مشكلات مع بعض الجهات الإعلامية وصلت بعضها إلى المحاكم كما يعلم الجميع، أم أنك تقدم أو تخطو على ذات الخطأ التي أقدم عليها ياسر القحطاني بخوض تجربة خارجية ومن ثم العودة إلى الهلال؟ أشكرك على هذا السؤال الجميل حقيقة. يعني الهروب من المجتمع الرياضي السعودي إلى قطر هذا ليس صحيح، ولو أني عجبني التشبيه، لأن احنا في بيئة رياضية ليست صحية، هذا شيء صحيح معترف أو يتفق عليه معظم الغالبية العظمى، لكن لم أهرب. أنا وجدت في مكان عمل أعطيت فيه قيمتي احتراما وتقديرا، العمل اللي سويته في نادي هلال كان مقتنع فيه النادي العربي، ذهبت إلى نادي لديه تحدي
وطموح كبير. أنا أحب أشارك التحدي لأني أحب التحدي وأحب أشارك التحدي. الأمر اللي ليست لدي أي قضايا مع أي جريدة، يعني الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع، ليست عندي أخي أي قضايا يعني مع أي أحد مهما كان، يعني الأخ أحمد ولا لا، مع أي أحد مهما كان، لأنه دائما اليوم اللي يأتي بكرة أنسى الشيء اللي صار أمس. لذلك إحنا في مجتمع يجب أن تتقبل سلبياته قبل إيجابياته. صحيح، بس هو أحمد أعتقد يلمح على موضوع مشكلتك مع قناة العربية وتحديدا مع زميل الأستاذ التالقوس، فيها محاكم هذه؟ لا، ما رفعت أنت أي قضية؟ ما رفعت أي قضية. طيب لا على بتال القوس ولا على العربية ولا على أي شخص كان في 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 حياة الرياضية، ولم أرفع قضية في حياة الرياضية على أي كان، لأنه حتى لو اختلفنا أنا وبتال القوس، حتى لو ما كان فيه أنا وبتال القوس، ذا الشيء الوحيد اللي يجب أن يبقى شعرة اللي ما تنقطع هي الاحترام والتقدير. إذن اليوم يعني ما في مشكلة بينك وبين بتال؟ على فكرة وراء خلف الهواء يعني صديقي علي العيان، لأني أسميه صديقي لأني يعني فعلا أصبح صديقي، نتكلم خلف الهواء عن المشاكل اللي كانت بيني وبين بتال القوس، وكان هو يحب يجمع وجهات النظر، ما كان في نقطة اختلاف كبيرة، في نقطة اختلاف وحيدة اللي هي فقط الاحترام والتقدير. متى ما وجد الاحترام والتقدير، أنت تحب أن يكون الجميع هنا في موجود في الاستوديو يحب يكون دائما محل احترام وتقدير، صح ولا لا؟ لا نطالب بإعطائنا أكبر من حجمنا أو نطالب أن احنا ناخذ أشياء، فقط الاحترام والتقدير متى ما وجد فالجميع يكونون فيه، هو إن شاء الله دائما موجود. بس أنه أنت نفيت اليوم أنه يكون في أي قضايا موجودة نهائي؟ أبدا، ليس طيب. هناك أي قضايا أؤكدها من هالمنبر في روتانا خليجية، لم يكن هناك أي قضايا. طيب بس بعوض الصقور متهيئ كأنه بيشوت أساسا لفاول، تفضل معي تأخرت عليه. والله عوض يخوف، الوحيد اللي كان يخوف من يوم شفته يعني الاسم. طيب. ما قد قابلت عوض الصقور، بس أدرى يعني أقرأ دائما عوض الصقور وكتاباته دائما قوية ما شاء الله. الله يخليك أبو عبد الله، وفرصة إحنا نتواجد معك. عوض الصقور صحيفة المواطن، سؤالي سمعنا أو تردد في الأوساط في لاعبين من نجوم الفريق من نجوم الهلال طالبوا بإبعاد سامي الجابر، خاصة في كلام قبل إن فيه سامي نفس الكلام، سامي طالب بإبعاد بعض الأسماء اللي في اللي كانوا في بداية الموسم يعني ما يعنون يعني ما يضيفون الأداء التكتيكي لسامي الجابر أي شيء، فيما بعد أصبحوا من الركائز الأساسية للفريق. ما أعتقد إنه أي، خلني أتكلم أو حتى أوضح شيء. في آخر 8 مباريات إلى 10 مباريات، 18 لاعب اللي تواجدوا مع سامي الجابر، أؤكد لك أنه ولا لاعب من اللاعبين كان عنده رأي أن يغادر الفريق، إذا كان شيء من خلفي أنا ما أعرف. لكن تكلمنا هالنقطة مع علي في 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 المحاكمة، أعتقد أنه تربطني بعلاقة غير طبيعية وقوية ومسافة جدا قريبة من اللاعبين، وهذا واحد من الأسرار أو هذا واحد من الأشياء اللي أنا فعلا حرصت أنه يكون، لأني أول شيء أدواتي وسلاحي في الملعب هما اللاعبين وليس أحد ثاني، أدواتي وسلاحي اللاعبين وبعدين الجمهور أو الجمهور مع اللاعبين، الدعم كله يأتي في مقام واحد. لكن خرجت من الباب، ليس لدي أي مشكلة مع أي لاعب هلالي، إذا كان أي لاعب هلالي عنده مشكلة خلفي وصرح طيب. فيها أنا ما أعلم فيها. ترى كابتن في الباس القحطاني على هاشتاق أهل رمضان يقول رأي الكابتن سامي في مدرب الهلال الجديد. أيضا في أحد في سليمان التويج يسأل على هاشتاق أهل رمضان يقول سامي ذكر أن فريقه استفاد، أن فريقه استفاد نقاط غير أنه في فرق يعني استفاد نقاط غير مستحقة، مع أنه هو استفاد نقاط غير مستحقة من الأهلي الاتحاد العروبة وغيرها، ومع ذلك لم يعني يتعثر مثل النصر. لا، هذه حتفتح الحلقة مرة ثانية وتعيد المحاكمة إذا دخلت في الأمور هذه، لأنه ما رح نوقف على الموضوع هذا. عندنا مشكلة حقيقية في الكرة السعودية، أنها الآن أصبحت نتكلم عن أمور خارجة عن مشكلتنا الحقيقية، ما هي اللي تعود بالكرة السعودية بالنفع. أمنيتي أني كنت تبنينا مع محطة فضائية عن نبذ التعصب طيب رايك بالمدرب الحالي، لكن هذه خلنا اهم مهمه جدا، لكن يجب انها تكون دائما روح الرياضيه موجوده. اذا قلت رايي انا لا يعني لا يزعل. طيب. اسمع رايك وتسمع رايي.
المدرب الهلالي لا أعرف عنه معلومات كبيرة، سواء أنه المدرب طموح وصغير ولسه يعني السفيه حقه مو السفيه الكبير زي مثلا دان بتريسكو موجود في العربي معروف من درب والسفيه حقه، لكن أعتقد أنه الآن الترند أو الشيء الواضح أنه المدربين الصغار والمدربين الطموحين هم المفروض يعطون مساحة أكبر وهم اللي دائما ينتجون. أتمنى له بدون أدنى شك التوفيق. نعم. أعجبني تصريح كثير سمعته إذا كان صحيح فأنا أعتز فيه للمدرب ريغي اللي هو قال سامي الجابر يعني ترك لي فريق جدا قوي ومحترم. شكرا كابتن سامي الجابر على حضورك المؤتمر الصحفي، شكرا لكم زملائي الأعزاء شركائنا في البرنامج على حضور المؤتمر. وقتنا انتهى في هذه الفقرة، بالعكس زايد كمان شوي الوقت، فاصل ونعود لكم بعد قليل مع سحور سامي الجابر مع محبيه، تابعونا.